إخوتي وأخواتي، الكتاب المقدس مش عم بيتساهل في هاي المعلومة، عم بيقدم المعلومة مثل ما هي بتشوفها مرارا وتكرارا في إنجيل يوحنا. في إنجيل يوحنا قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، طبعا آخرون قالوا هذا هو المسيح. في يوحنا 9 لما أخرجوا المولود أعمى اللي شفي، أخرجوا من المجمع فوجده يسوع وسأله أتؤمن بابن الله؟ ولاحظ واحد من الرسائل أخ مسلم بيتحداني بقول وين المسيح قال أنه أنا ابن الله؟ طب موجود عدة مرات. إذا بس بتقرأ إنجيل يوحنا، بليز إذا أنت بتسمعني اقرأ إنجيل يوحنا، شوف أكم مرة المسيح بيحكي عن نفسه أنه هو ابن الله. سأله أتؤمن بابن الله؟ أجاب وقال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو. على طول هذا الشخص انفتحت عينيه لأنه خلق له عينين، فسجد. ومن يقبل السجود؟ الملائكة رفضت السجود، بطرس رفض السجود، بولس وبرنابا رفضوا السجود، مع أنه كل المعجزات الخارقة كان واضح السجود لله. فإذن هون بتشوف هوية يسوع المسيح.